سينجل اسمه سلبي، كليب مصور، واختفيت فترة. هي كانت فترة أنا سجلت فيها الألبوم وصورت فيلم، بطولة فيلم بمصر، وبعد هيك رح نحكي عنه هيدا الفيلم. ايه، وبعدها صورت كليبين اللي هني ما تستاهلنيش وزعلان مني. والتوتي فروتي شو قصتها؟ التوتي فروتي غنية كتير بحبها. هيدي فاكهة ال لا، لما نزل كليب ما تستاهلنيش على التلفزيونات، انعرض علي من خلال منتج فني، بشكره أكيد الأستاذ هاني ويليام بمصر، إنه غني مقدمة فيلم توتي فروتي، ورحت غنيت أغنية مصرية شعبية فكاهية دمها خفيف، حبيتها كتير وتنفذت. يعني كانت أغنية الفيلم، كانت مقدمة الفيلم بالضبط. أغنية رح نشوفها. اوكي، رح نشوفها هلا اذا كانت حاضره الاغنيه. تمام. توتي فروتي هي قلنا اغنيه الفيلم. الفيلم انت اللي انا فقط كنت مغنيتيها، ما شاركتي؟ لا ما شاركت، هيدا نشوف فيلم ثاني اللي انا شاركت. طيب نشوف شوي من الاغنيه، او بنرجع نتابع حديثنا مع ضيفتنا رلانا في موعد مع الفن.